إذا لاحظ معي هنا. إذا الآن نمر إلى واحد. إذا محيط الدائرة فهو يساوي المحيط يساوي القطر في بي، أو إذا قلنا أن القطر هو مرتين من الشعاع، أو المحيط يساوي 2 في R في الشعاع في بي، واضح؟ والقطر يساوي المحيط قسمة بي، واضح هنا؟ أما بالنسبة لمساحة القرص، نقول مساحة القرص ولا نقول مساحة الدائرة؟ ردوا بالكم مزيان هنايا، دائما نقول محيط دائرة ونقول مساحة القرص، مساحة قرص، لأن قلنا القرص هو هو الذي نقوم بحساب مساحته، والمساحة تساوي R في R في P. الآن سوف نقوم بتطبيق بالنسبة لهذه التمارين هنا، لاحظ معي هنا مثلا تمرين تطبيقي. أحسب محيط الدائرة علما أن قطرها الندي يساوي 8 سنتيمتر. إذا نطبق القاعدة فقط. إذا القاعدة ما تقول؟ إذا تقول لنا القطر المحيط يساوي القطر في بي. إذا فقط هنا نطبق القاعدة ما تساوي؟ إذا تساوي لنا مادام القطر يساوي 8، إذا هي 8 في 3.14، قلنا أن بي نعوضها بالقيمة ديالها هي 3.14، إذا دائما سوف نضرب في 3.14، فهي تساوي، إذا هنا قمت بالحساب، إذا هي في تساوي 25.12 سنتيمتر. الآن أحسب محيط الدائرة بحيث R يساوي 3 سنتيمتر. إذا أعطونا القطر، الآن عندما يعطونا الشعاع كيف نقوم بحساب محيطه؟ إذا المحيط فهو يساوي، نعلم أن القطر يساوي مرتين من الشعاع، نطبق الحالة الثانية، معنى أن P يساوي 2 في R في P. إذا نطبق تساوي 2 في R مادام تساوي 3، إذا هنا في 3، و P نعوض بقيمتها عفوا هي 3.14، إذا فهي تساوي 2 في 3 تساوي 6 في 3.14، فهي تساوي لنا 18.84 سنتيمتر. إذا هذا بالنسبة للمحيط. إذا أعطيت مثال بالنسبة عندما يعطوك القطر، وأعطيت مثال بالنسبة إذا أعطوك الشعاع. إذا هنا القاعدتين بجوج، إذا القاعدة بي تساوي القطر في بي، وبي يساوي 2 في R في بي. الآن نمر عند مساحة القرص. إذا قلنا مساحة القرص تساوي R في R في بي. إذا تمرين تطبيقي، أحسب مساحة القرص بحيث R تساوي 3 سنتيمتر. إذا تطبيق القاعدة، نعلم أن المساحة أو S مساحة القرص تساوي R في R في P. إذا نعوض R بالقيمة ديالها هي 3 في 3، ونعوض P كذلك بالقيمة ديالها قلنا هي 3.14، فهي تساوي 3 في 3 هي 9، و 9 في 3.14 فهي تساوي 28.26 سنتيمتر مربع، لأن قلنا مساحة تقاس بالوحدة المربع، واضح؟ الآن أحسب مساحة القرص بحيث القطر يساوي 8 سنتيمتر. لاحظ معي هنا جيدا، أعطونا القطر يساوي 8 سنتيمتر. إذا ماذا سنفعل؟ لدينا ماذا؟ قلنا أن القطر يساوي مرتين من الشعاع. إذا لكي نجد الشعاع معنى R، فهو يساوي القطر قسمة 2. إذا نعوض الآن، إذا القطر نقسم على 2 فهو يعطينا، إذا تساوي لنا ماذا؟ 8 قسمة 2 فهي تساوي 4، إذا R فهو يساوي 8 قسمة 2 تساوي 4 سنتيمتر. إذا نطبق الآن القاعدة، نعلم أن المساحة تساوي R في R في P.
إذا نعوضها، مادام لقينا الشعاع إذا تساوي 4 × 4 × 3.14. إذا 4 × 4 تساوي 16، 16 × 3.14 فهي تساوي 50.24 سنتيمتر مربع. نتمنى أن يكون التمرين أو التمارين تطبيقية بالنسبة للمحيط ولا بالنسبة لمساحة القرص واضحة. لاحظ معي جيدا، إذا هنايا بالنسبة للمحيط وهنا بالنسبة لتمارين تطبيقية بالنسبة للمساحة. إذا من فضلكم هذه الورقة أو هذه الصفحة أنجزها أو دونها كلها في دفتر الدروس. أرسم دائرة شعاعها هنا إخ واكتب المحيط واكتب هذه المعلومات أو الخاصيات. كذلك أرسم من الجهة الأخرى دائرة أخرى وهي مساحة القرص ولونها، لأننا نتكلم عن مساحة القرص. وتمارين تطبيقية في الأسفل، واضح؟ الآن سؤال آخر، وهو كيف يمكن حساب محيط وكيف يمكن حساب محيط ومساحة نصف دائرة وربع دائرة. عندما يطلب منك أجد مساحة نصف دائرة، دائما نأخذ المحيط يساوي القطر في بي قسمة 2. لماذا؟ لأن طلبوا منا نصف، نصف نقسم على 2. كذلك بالنسبة للمساحة R في بي قسمة 2، لأن طلبوا منا نصف الدائرة، واضح؟ أما عندما يطلب منك ربع دائرة، بطبيعة الحال تصبح المحيط يساوي القطر في بي قسمة 4، وكذلك المساحة تساوي R في بي قسمة 4. إذا عندما يطلب منك نصف دائرة تقسم على 2، وعندما يطلب منك ربع دائرة تقسم على 4. أما بطبيعة الحال إذا طلبوا منك الدائرة بكاملها فهي القاعدة التي قمنا بها سابقا، وهي القطر، قلنا القطر في بي والمساحة R في بي، واضح؟ إذا هناك بعض التمارين شبه اخترت يكون عندنا تمارين مقسمة الربع والربع، فأنت فقط تجمع الربع والربع يعطيك النصف وتطبق القاعدة. أو مثلا تعطيك مثلا 4 أرباع مثلا، أو سوف نقوم بجمع هذه 4 أرباع تصبح لدينا دائرة واحدة، واضح؟ إذا هذا بالنسبة لهذه الملحوظة، واضح هنا؟ إذا كيف نقوم بحساب محيط ومساحة الدائرة؟ عندما يطلب منك نصف دائرة تقسم على 2، وعندما يطلب منك ربع دائرة تقسم دائما على 4. إذا نتمنى أن هاد الصفحة تأخذها على الدفتر بكاملها من فضلك، تأخذها مع تمارين تطبيقية كلها. أتمنى تكون واضحا. لاحظ جيدا، وكذلك أن تأخذ الصفحة الثانية، كذلك أن ترسم نفس الشكل وتأخذ نصف دائرة وربع دائرة فقط هنا للفهم. عندما نقوم بالتمارين سوف تفهم جيدا. إذا وبهذا نكون أنهينا درسنا اليوم، وإلى حصة أخرى مع التصحيح. إذا من فضلكم خذ تمارين الكراسة صفحة 115، تمرين 1 و2 و4. وإلى اللقاء.